وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ مساعد سلمان مساعد، مدير إدارة تمكين الشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة. مرحبا بك في نشرة الثالثة أستاذ مساعد. ما مدى مساهمة بطولة المناظرات في تعزيز مبدأ تقريب وجهات النظر وتقبل الرأي الآخر بين الشباب؟ نعم طبعا، يعني جاءت بطولة المناظرات بالتزامن مع الاحتفال بيوم الشباب الدولي اللي صادف 12 من أغسطس من كل عام، واللي تهتم وزارة شؤون الشباب والرياضة بالاحتفال فيه في كل عام، وتفعيل العنوان المختار من قبل منظمة الأمم المتحدة، واللي هذا العام طبعا يحمل عنوان التضامن بين الأجيال. طبعا المناظرات بشكل عام تسهم في بناء خبرة لدى الشباب والتعرف على آليات البحث لدعم الحجج، بالإضافة إلى طبعا التعرف على أساسيات التفكير المنطقي والقدرة على الاستماع والإقناع وتنمية مهارات التفكير النقدي ومهارات التحدث والخطابة وغيرها طبعا من مجموعة من المهارات المرتبطة بإيصال الأفكار بطريقة صحيحة تدعم مبدأ تقريب وجهات النظر بين الناس بشكل عام. نعم أستاذ مساعد، 82 شابا وشابة قدموا للمشاركة في البطولة بعد إخضاعهم لعدة اختبارات، فما هي آلية اختيار المشاركين في هذه البطولة؟ نعم طبعا مثل ما ذكرتي، هناك طبعا 82 شاب وشابة تقدم للتسجيل للمشاركة في المناظرات، وتم اختيار 36 منهم بناء طبعا على مجموعة من المعايير. هناك مجموعة معايير أولية، واللي من ضمنها طبعا التأكد من ضمن الفئة العمرية وأن يكونوا بحرينيي الجنسية. من بعدها تم التقييم بناء على استمارة التقديم، واللي تقيس لنا الخبرات السابقة وتبرير سبب الإقبال على المشاركة والجدية في المشاركة. طبعا بناء على المعطيات السابقة هذه كلها، نعم، راح يتم تقسيم 36 شاب وشابة إلى 12 مجموعة مكونة من 3 أفراد. طبعا هؤلاء 3 أفراد هم يشكلون فريق واحد للبدء إن شاء الله بإذن الله في يوم الغد إن شاء الله بالمنافسات اللي راح تستمر إن شاء الله لتاريخ 13 من أغسطس. نعم. بإذن الله. الأستاذ مساعد سلمان، مدير إدارة تمكين الشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة، شكرا جزيلا لك.